اليوم حبيت نشكركم لأنه جيتوا عندي من الدار البيضاء باش نتكلم معكم على واحد الموضوع مهم جدا، والناس بزاف الناس هاملينه ما تعرفوش كاع، ما تيخموش فيه كاع نهائيا. هو التلغوة، هو التلغوة تلغوة تلغوة. شنو هي التلغوة؟ تلغوة بالشلحة، ولكن بالعربية الدارجة تنعيطوا له الخروب، تنعرفوا من النهار اللي خلقي. هذا الخروب موجود في المغرب بكثرة، وهذا الخروب كنا تنعطيوه للبهايم ياكلوه لأن فيه السكر، وما كناش نعرفوا القيمة ديالو حتى طلع له الشان. من 40 سنتيم الكيلو القشرة ديال الخروب وصلت لدابا 1200 فرنك الكيلو، 12 درهم. وما تخرج للخارج بواحد الكيفة مهولة داك الخروب. علاش يدخل للخارج بهاد الكيفة مهولة؟ لأنه عاد داو الغاية الناس بأن بزاف فيه الفوائد. هاد الخروب أنتم تعرفوه كلكم، كتيشي اللي ناحية ديال الجبل ديال وزان كلهم تعرفوا هاد الشجرة. عندي 4 شجرات هنا ديال الخروب موجودين. هاد الخروب فيه واحد العظيم الداخل، هو المسك ديال الأشياء كله. هاد العظم ها هو قبلتكم، هاد العظم تيخرجوا منه ان جيل، ان جيلاتين تعيطولها لا غوم دو كاروب. هاد لا جيلاتين صالحة بزاف لانه سي ان ابيسيسون، تيكلكل الماكلة، تيغلظها. وجه القشرة عاود خلاص فيها ماشي فائدة، ماشي جوج ماشي ثلاثة. كانوا تعطيوها لنا اللي تتكون كرشو مطلوقة، كانت تعطيوها لنا اللي تتكون كرشو مقبوطة، كان اللي تعطي لنا اللي فيها الحرقة. كان الوالدة الله يرحمها كانت تخلط هاد القشور ديال الخروب، تتخلطهم بالخرطال وبالعسل، الخرطال والعسل، وتعطي لنا ناكلوه. تيقتل الدود ديال المصارن لأنه سي ان تانان، لأنه سي ان تانان. وجبتو لي الضحكة قبيلة ملي عطيتكم تذوقوا، قبطكم في لسانكم وزيركم، سي ان تانان. شوف كيف ترجع. انا نهضروا على هذا الموضوع لان هذا الموضوع مهم جدا. الو، القشره بوحدها والعظم بوحدو. هذا العظم تيسوى الفلوس ديال المعقول، هذا تيتقام غالي لانه تيخرج منه لا غوم. الو، كيف تنعملوا باش نصوبوا لا ملاس ديال الخروب؟ ها هي قبلتكم، شوف هذه العجوبه هذه. هذا ملاس الخروب في لبنان تيصوبوها، تيخليوها سنين عندهم في الثلاجه، تصلح للكحبه اللي تيحبي اللي تجي السعله، تيشرب معناها ملقى صافي ما تتقبل السعله. وتتصلح للباتيسري، اللي حبيتي تصوب الكيك ولا حبيتي تصوب شي حلاوي بهاد النكهه ديال الخروب. اهلا وسهلا، مرحبا بكم، كلوا عندي. هاد الخروب تنزولوا على العظام، وهاد القشور تنتزقوهم في الماء، تيبقاو الليل كله. ها هو قبلتكم القشور، ها هما فازقين. نشوفوا باش المعلقه ما فيها ما نتزقي يديا. ها هما القشور، قطعناهم طريفات اوضاف وخليناهم باتوا في الماء الليل كله. والغدا في الصباح المساعده ديالي الله يكون منها قبطتهم وطلقتهم الساعه في كوكوت مينيت بالحساب. هذاك الماء ما تنسيبوش، تنديروه في كوكوت مينيت نص ساعه. ها هو رجع تفل وصفاته كما ينبغي حتى رجعته هكذا. كان فيه تقريبا لتر الماء، وهذاك لتر الماء ملي صفاته درناه في كوكوت مينوت وغليناه مدة حتى رجع هكذا، حتى رجع كاغاميل. وهاد الكاغاميل نخبيها في قريعة وغادي نتهلا فيها. إلا جاتني شي نهار الكحبة غادي نشرب معلقة، إلا حبت تصوب شي باتيسري ولا شي حويجة تصوبوا به. هاد الفائدة ديال الخروب، هاد الفائدة الأولى. الفائدة الثانية هي لا غوم. هاد لا غوم سي ان ابيسيسون دي زاليمون، تيجمع لك لاليمون، تيكون عطال على الماء بزاف، تيشرب داك الماء. هادا تجبرو في دانون، تجبرو في لي فلون، تجبرو في عدد ديال الأشياء. الناس اللي تعرفو شكو ساك لا جيلاتين هما دوك ما غاديش يفهمو كما ينبغي. تيصبو حتى في التانيد، نانتي نايد ثاني بلان دو جيلا بلان دو جيلاتين. هادي الا طحنتي غادي يخرج بيض. وكان في القديم زمان سميتو نيستارجيل. الوغ الخروب غادي تفرطو فيه،
شريوه طحنوه زولوا العظام ديالو دقوهم خليهم كوم ابيتيسون كوم جيلاتيفيون ورش القشره ديالهم ديروها الكحبه ديروها لي باتيسري فوالا سكو تو جو بو دير سور الخروب.